مصر سمعت على واحد الاكله اسمها الكوشيري. هذه هنا شاورما تحت، وهذا هو الحواوشي. الاكل في مصر حاجه فريده من نوعها، واحنا اليوم مستعدين ليها، لانه مع الجوع كل طرق تؤدي الى مطاعم القاهره. اسمه مطعم ابو طارق، من اجل تجربه التنوع الكبير في اكلاتهم، من حلويات المليئه بالالوان الى الكوشيري وكيف اخترعوه. سعره 1 جنيه، انا 6 دينار جزائري. هنشوفوا اشهر الطباخين والمطاعم. قالك مو صلاح يجي هنا باش ياكل هذا الكوشيري. ونشوفوا طرق شوي انواع اللحم المثيره، بزاف سخونه بزاف بينا، راح زبده فرماج. ونجربوا قنبلتهم الموقوته. راح تفرطك. ربطوا الاحزيمه واعطونا لايك على الفيديو، خلينا نبداو المغامره. شكر خاص للقايد ماهر وفريق صورو مصر اللي عاونوني باش نصور هاد السلسله. انا قبل ما نجي لمصر سمعت على واحد الاكله بزاف اسمها الكوشيري، وباش نعرفوها جيت هنايا المطعم الاول خلاص اللي خرجت منه، اسمه مطعم ابو طارق. من عربه صغيره انطلقت قصه نجاح كبيره في مصر. كوانتيتي كبيره تاع الرز، مقرونه، عدس، زيفوت والبصله، ومن بعد يدير له لاصوص. كانت بدايه بهذه العربه؟ عربه والدي لي. كيف جات قصه الكوشيري؟ يعني كيف جات الفكره تاعو والخلطه تاعو؟ والله اكله شعبيه مصريه كل الناس بتناولها، رز وعدس ومكرونه وصلصه وحمص، تشكيله كده. ابوك قولي اول مره خلطها؟ ابويا كان مخلطها قبل كده، وبعدين مشيت، وبعدين والدي توفى سنه 60، انا عدت الاسره. بعد كده ربنا كرمه المكان ده، كان الاول دور واحد، كانت قهوه صغيره، خدوا الدور الاولاني، ربنا كرمه اكتر، خدوا الدور الثاني، الثالث، الرابع، لغايه الحمد لله بقى 5 فروع غير اللي حول العالم، 5 السعوديه وواحد الامارات. 5 طوابق كاملة ما شاء الله. شوف هنا واش مكتوب، دخلوا الموسوعة غينيس، داروا أكبر طبق تاع كوشيري. عملناه في حوالي 6 ساعات، كانوا 14,000 بالعافية. ودينا بقى للحاجات الخيرية، مستشفيات، يا جماعة الخير، هادو سفراء العالم. سفراء العالم، هتلاقي من هولندا، أفغانستان، تشيلي، بلجيكا، الجزائر هتلاقيها فوق. قال لك مو صلاح يجي هنا باش ياكل هذا الكوشيري. المهم صلاح إلا صح كتب لنا في التعليقات. فاحنا لازمنا ندخلوا وسط المطبخ باش نشوفوا كيفاش راهم يطبخوا. ان شاء الله يبارك لي. كيف هنا الكاميرا حاطين هنايا كوانتيتي كبيره تاع الرز، كان هنا مكرونه، وكان من هنا عدس ياب شويه مش عارف كيفاش مطيبينه، يدير له شويه حركات، يزيد يفوت له البصله، يدير الصوص تاع الحمص، وهنا يلموا الحاجات ويمدوها للزبائن. راح نحسب له شحال المده اللي عمر فيها طبق تاع كوشاري. آه. اوكي اوكي اوكي، يدير الصوص، بصل، غلقوا تقريبا من 8 ثواني حتى 9 ثواني. هذا الكيس هنايا سعره 1 جنيه، انا 6 دينار جزائري. هو الحاجه الوحيده اللي في مصر ما تغيرش سعرها من 30 سنه من قبل. ليش ما زدتوش في السعر لما عندك؟ ما زدناش، الراجل ده السبب ابو طارق. زمان الاطفال المصريين لما يروحوا المدارس ياخدوا معاهم اكياس كشري، يعملوا سندوتشات ويضعوا المكرونه والرز داخل الخبز. خليكم معانا لحظات هنعرف ناكل الكشري ازاي على اصوله. احلى رقم واحد في العالم ابو طارق. ده كمون مع الملح مع الفلفل، ده الحار الهريسه، دي سلطه خضراء ما عاش اي اضافات، دي طماطم بالشطه والثوم، اللي بيحب الحار دي هتعجبه زي الهريسه، ده الخل والثوم، الدقه والكشري بالدقه، اوعى تقول له لا. بص الليمونه دي لازم تسال عليها هنا، احنا الاول ناس عملناها مع الصلصه والبندوره وننزل على الكشري. اهم حاجه يتقلب كويس. ايه خلط 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 خلط. خلطها مكرونة مع الرز مع العدس مع الحمص، يا ودي، ومع الهريسة مع شوية دوريتوس. مصرية، أي والله، أهم حاجة دي مصرية، وهتروح الجزائر إن شاء الله. دي هنا بصل محمر على قلبك. هيا تشوف، بسم الله، بزاف أذواق داخلين في بعضها. اضرب دي مع الكشري، طماطم حارة هذه اضرب، حطي شوية طماطم هنا. الحل الشهي هو البارح خلطناها ماكرة، واليوم رانا نخلطوا فيها بيستر في مصر. الماكرة تحم بنينة، اللي مش موالف بيخلط الماكرة شوية تيها، بصح اللي موالف يخلط كيما أنا داخل إفريقيا ماكل جراد نورمال. دوريت غلابة ما جربناهاش. احنا عامة أو معظم المصريين بناكلوا بالطريقة دي، بقت فتت كشري. فهمتوني؟ طعمها يتبدل كل ما تزيد لها حاجه، شو الاكلات تقبل كل شيء، تجيب اي حاجه، طرف اللحم، تقدر تزيد لها البنان تجي بنينه، كي تشوفها قبل تقول خلاص مش راح تصلح، من بعد تاكل هذه صالحه. في رايكم السعر تاعها شحال؟ 20,000 درهم الجزائر، 200 دينار، 1 يورو، 22، 25، 30 جنيه، يعني صح اكله تاع الغلابه، الناس الزواوله. وانت كنت متخيل انه راح يكون نجاح هذا المطعم في التاريخ؟ نجاح؟ اه طبعا. كنت متخيله؟ متخيله اه، عشان في عزيمه. عزيمه. في عزيمه. وش تقول للناس اللي عندها مشاريع صغيره الان؟ يعني خليها يتكل على الله، وفي عزيمه برضه ما يأس من اي حاجه، يعني اي صعبه ما يأس منها. الحمد لله.
كيما هكا تقولوا عليا خوبي بالمصري تبنيوا لي هرم هنايا. في موقع زورو مصر تلقى الاسعار والفنادق والاكتيفيتيز معروضه امامك. وفروا لي كود خاص بيا يزيد يعطيك تخفيضات اخرى. بعد ما تحجز فندق ولا اي اكتيفيتي استعمل كود خبيب عند التشيك اوت. واذا عندك اي استفسار تقدر تستعمل تشات وهما راح يجاوبوا من اي نقطه كنت في العالم. دخلوا صفحتهم فيسبوك تلقوا فيديو يشرح طريقه الحجز مرحله بمرحله. ما تصلحش تزور القاهره وما تزور شوارعها القديمه. مسجد الازهر تدخل بين ازقتها المكتظه بالناس والحياه البسيطه والطابع الخاص بها عمرها مئات السنين. خاصه في رمضان هذا الشارع يكون حي ومليء بالفوانيس، حاجه اللي تميز مصر عن باقي دول العالم. خان الخليلي هذا اقدم سوق شعبي موجود في القاهره، اكثر من 1150 عام. طوف اللي كانت تمشي للحج تاعنا تمر على القاهره، فيها محلات ضيقه بزاف. الله يبارك تروحي في مفلاهور. خرجنا من مدينة قديمة جينا هنا باش ناكلوا شاورما مصرية في الشكل جاية مثل أي شاورما عبر العالم، لكن المضمون يختلف تماما. هذه هنايا هي شاورما تاعهم. هذه كيف تحضروها؟ نحط عليها طماطم أيوة والطحينة بصل برتقال برضو وبقدونس. شكرا بارك الله فيك. متعة قوية. والبرجر أيضا عندهم طريقتهم الخاصة يحضروها به. وكيشوف معي كيفاش يوجدوا البرجر تاعهم هنا، البصلة والطماطم حطوهم يسلو مع بعض يسموهم يخلطوهم يزيدوهم شوية صوص حار فرماج شوية مايونيز وخمر الخبز. يلا تمام؟ اوه ما شاء الله عليك. شوفوا معي الجمال هذا، ميكس شاورما دجاج مع اللحم. شوف كيفاش مدار مثلث كيما هكا، يحطك فيه واش راك حاب تاكل. وهذا الخبز يسميه كرب شاورما، العجينة تاعو كي تاع الكرب. هيا نذوقوا القضمة الأولى، بسم الله. إبداع، حاطين فيها فرماج. زي هكا سايلة ماهيش شايحة، حتى هذي الكرب تساعدك باش تاكل، ماشي كيما الخبز الشايح ليه ليه تشبع، نعطيوها عطا. والآن أعزائي المشاهدين وصلنا للصح تاع الصح طول احسن. مازال الفيديو طويل. شوف 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 راهي فوضى كبيره. هذا اللي هنا مشوي وهذا هنا يديروه في الطبق تاع الحواوشي اللي جينا على جالو هنايا. وهذا المطعم اسمه حواوشي الربيع نمبر 1. بدا العرض. شوف مكرونه مرقاز مخلط مع الفلفل، زيد لهم الزيت خلطهم في بعضاهم، زيد الكبده دخان طالع، احكم هذا خبز راهي مخلطه باتم معنى الكلمه. اوكي خذ نفس خليني اشرح لك. هذا المطعم عندهم اللحم يقليه بكميات كبيره ويزيدوا عليه بزاف حاجه. تخيلوا معايا كميه الزيت اللي يستعملوها والحراره اللي كاينه. يدي ويجيب يدي ويجيب. كل هذا يتطلب شيف ماهر. شوف دوكا راهو يحط في القارص. زاد لها الفلفل راهي خضارت خلاص. وهذا الكل باش يقدم لنا حاجه بنينه. بزاف سخونه بزاف بنينه، راحت زبده فرماج. صاي باكستان نزلت المرتبة الثانية في ستريت فود. نزلت خلاص اوفيشال. وحتى المركز موجود في مصر. شوف 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 شوف. حاجة ما كنتش عارفها. وبعد هذا كل اللي شفناه جاء دور الحواوشي. اللي جاي على هيئة كسرة. مدورة في وسطها اللحم. وهذا هو الحواوشي. عندهم طريقتهم. هذا هو خبز في وسطو فيون داشي. شوف 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 معنا ثاني. شوف هذه هناك ماشي كيما هذه اللي هنايا. شوف هذا فور. فور طواجن ورق عنب كوارع فريك بصل بطاطس. بالغاز ولا غاز؟ لا طاجن البطاطس باللحمه. شحالها؟ شوف باميه باللحمه. باميه باللحمه. فريك باللحمه. فريك باللحمه. بصل باللحمه. عكاوي. وكل اللحم اللي شفناه يجينا من مصدر واحد اللي هو جزار المطعم. عنده انواع كثيره تاع لحوم. شوف هنا يذبحوا ويروحوا يطيبوا طول بعد. شو معي هذا ميزان اباني اسمه، حطوا فيه منا اللحم ويزنوه منا وعنده عود تحت 32. يعني عندنا احنا في الجزائر في السبعة 140 قول 160 هكاك. معقول ولا غير معقول؟ دخلنا للمطعم باش ناكل كالعادة. البداية بالملوخية. هما هنا دايمين يريقلوا طابلة من هاد التشكيلة ويحط لك الطبق الرئيسي نتاع حايد خبز طبعا حاب طول نروح للكبده العرق تاعها تاع الكبير هذاك خليك تحبها بالسيف عليك. انا على بالي بزاف منكم راه ملاويني شويه ياكلوها.
قدامه شنو المطبخ؟ مش عارف هذه جديده اول مره نشوفها. هذه بين بطاطا وسلطه تاع بطاطا. او هنا نحبوا شيء اصدقائي خلينا نجربوه. ديك كسره تاعو زوج نصاف، واحد لحم مفروم والثاني مرقاز كان سخون بزاف. اليوم داجي الطعم تاعها ما بقاش كيف اليوم داجي مكثرة حكم انها قاعدة تفوق زيت، تبدل ثاني الطعم تاعها، الطبقة تاعها يبست شوية. والآن جاء دور المرقاس، كيفاش كنطعمو؟ مرقاس هضمة الأولى، نزيدو لها واحدة أخرى، كان شوي شوي، ممكن في أماكن أخرى يكون أفضل. حاجة شعبية تقليدية على بالكم سعرها شحال؟ 35 دراهم يعني جربوا عاد. أيوا بعد هذاك كل كلينا على وقت الشوط الثاني اللي راح نكتشف فيه حاجات جديده. هنا في الاحياء الشعبيه القاهره راح تشوف بزاف الفواكه بكامل الانواع والاسعار تاعها بزاف رخيصه. مثلا المندرينه ب 8 جنيه اللي هي 60 دينار جزائري، فراوله ب 12000 درهم لا 120، 15000 تفاح. شوفوا معايا مليح راح نجربوا دركا عصير، بصح مانيش عارف واش نخير. راني نشوف عندهم ثلاجه معمره بالحاجات. شوف الله يبارك. شوف جنة هذه افوكادو مانجو كيوي مكسرات كاجو على بندق، ده عبارة عن اوريو ايس كريم ولبن، ده مانجا جوافة طبوات. وهذا هذا سعره كم؟ هذا 25 بس اكازيون ديسكاونت. هذا ب 17000 بس. بصه قشطة وكنافة وموز وفراولة يعني كي تجي هنا تولوا 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 تجيو ما تاكلوش الفواكه، لازمكم تخلطوها. شوف 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 راح يجبد لي دركا. هذه شو؟ نوتيلا على كيكة على كريمة كده كريسبي. هذا قصة السكر وهذه الآلة اللي دير العصير، يعني دخلها الداخل وتخرج له من تحت. هنا شوف يصفي وين ويخرج الماء. شوف الماء هنا شوف كيفاش يسيل. هذا علاش الماء؟ على تنظيف. أول مرة نشوف هذه الحركة. الله كي هذا عصير القصب نجربوه أول حاجة. غير مليح يمسح. 3500 درهم. من وين تجيب هذه الفواكه؟ السوق كبير. كم سعر الموز؟ 11 16 21. يبدا من 11 يعني 7700 دينار جزائري. الاناناس كم؟ 15 20 25. 10500. قلت لكم كل شيء رخيص هنا. خلينا نزيدو نجربو الجزر. اول مره نجرب فيها عصير الجزر. الله غير كان بنين سعره رخيص. ايوا بعده نقلنا لمكان اخر جربوا فيه واحد القنبله. 1952 احنا اللي اخترعنا القنبله ما شاء الله. فكره من واحد عندنا هنا قديم بس هو مسافر. عمل المكونات بتاعتها فعجبت الناس فاستمرنا عليها. شوف قنبله كيفاش تستخدم. مكوناتها رز بلبن، بسبوسه، كنافه، حط عليها موز، تفاح، عصير مانجا. سياحه شغل شغل ما ماشي مانجا. دوكا حط عليها الموز والتفاح وبعدها عصير المانجا وفراوله. وبعدها الفوق قشطه. هذا ري طرتك كول. بداو الشيء هذه فيها الموز. بسم الله. اوه والله الله الله طعم مش نورمال. زدوها شويه قشطه والشيء هذه اليمنى فيها فرز تفاح مش عارف الا يخلطوها وياكلوا ولا ياكلوها طول كيما. جربوا القشطه أسطورية أقسم بالله. تحس شغل فرقة موسيقية في فمك تغني لك هكا وتدغدغ على كل لسان. دوكا رانا غطسنا تحت خلاص باش نجبدو هذيك البسبوسة. شو البسبوسة داو القلب تاع القنبلة اللي حديروها في الجزائر. قولوا لي واش هي أفضل حاجة عجبتكم في هذه الجولة تاعنا. الحلقة الجاية راح نجربوا بزاف حاجات جديدة. انتظرونا واكتبوا لي شو المدن اللي حابين تشوفوهم في مصر. أنا على بالي بلي الحلقة الجاية راح نخلطوها.